نفكر باش نغادر نهائيا برنامج عندي ما قلتلك سي سي فيني انتهى الموضوع للموسم هذا؟ لا لا يكمل الموسم هذا وكاو يجي البرنامج استهلك وانتهى وكاو وانا مانيش ما كنتش متحمس له برشا الحق نتاع ربي اولا لانه يتعارض برشا البرنامج مع المرسوم 15 و16 وهذاك خلانا نتصادموا برشا مع الهيكا تعرف انت الفقره 5 من المرسوم حياتي الشخصيه عدم تعرض للحياه الشخصيه ذاك اللي التزمت به هنا في الحوار الحياه الشخصيه فهمت دونك هذا خلاني انا في اشكال وخلاني مانيش مقتنع البرنامج تحول شيخ ذا ثنيه اخرى غير الثنيه اللي كانت مرسومت له من الاول نظرا لخصوصيه ربما المشاكل في مجتمعنا تشوف انت ياكو لافريتي كي كونت في فرنسا مخو منحى اخر في تونس خذا منحى اخر مغاير تماما ماهوش ذنبي معناتها مش ذنبي خليني مهم نقول برشا اللي عندي ما نقول لك 13 موسم معناش برشا برامج في تونس تعيش الفتره الكبيره هذه لا فما برامج تنقل على اربع قنوات على اربع قنوات وانا سيء ما عادش مقتنع بالبرنامج ما عادش نجم نزيد فيه حتى شيء معناتها انا حتى كي جيت القناه تسعة. جيت ديباناج برا معناها ما كانش مبرمج عندي ما نقول لك فهمت دونك بالنسبه لي انا البرامج هذه استهلكت وخذت وقتها كاو هذا قرار عليه على الشخص ولا الاداره اداره واصل فيه تكمل فيه هي حره في هذايا انا نوعيه البرامج هذيك ما عادش باش نقدم مش المزاحمه كثرت زاده في نفس والله فما كان جعفر كاو صفي قلبك اللي كنت فيه كاو في كل كان اخوك عنده نفس ما عادش زاده حتى المسامح كريم يضر لي ما عادش في بالي ما عادش يخمم في الراجعه والبرامج سيمونير معناتها كاو انتهيت على سياقها بالنسبه لي انا احسبها لحظه وعي احسبها غلطتها قبل وكذا حق تعرف ربي شو تعتبره غلطة؟ المراجعة المواصلة في عندي ما نقول لك تعتبره غلطة؟ لا مش مواصلة هو البرنامج استمر انت ما قصش وعاودت في وقت ما نقصد شوف البرنامج تجاوز جو دي بيان تجاوز جو بريفير اخزر البرنامج عندي ما نقول لك ينطلق من حالات خاصة نحو مواضيع الاسلوب هذايا في التلفزه التونسيه سبب برشا مشاكل ليا انا بيرسونيلمون وحتى الادوات العمل فيه وطريقه التقديم فيه فيها برشا لبس فيها برشا مشاكل سانسيرمون اما تنطلق من مواضيع الحالات خاصه تعمل برنامج حواري يا اخوي تو مثلا في عندي ما نقول لك تحكي على موضوع الخيانه الزوجيه تحكي شويه على موضوع الخيانه الزوجيه هاو شو يصير هاو صار في عندي ما نقول لك تجيب زوز من الناس راجل خان مرته يا اخي الراجل هذاك ما عنده عائله والمراه هذيك عندها عائله هكا ولا فيه شرف ناس وفيه عرض ناس باش يجي ويحكي وانت عملت لي ان الموضوع هذا يزعجني بار كونتر لو تعمل برنامج حواري وتحكي على موضوع الخيانه الزوجيه وتجيب مختصين وتنطلق معناتها من موضوع الى ديكا بارتيكول من غير مواجهه ومن غير كذا سي بلو سوبر والهدف ومعناتها والاهداف البرنامج تتحقق بالطريقه هذيك بالنسبه لي انا انتهيت صحيح معلش منير كلام صحيح ولا غلط؟ لا صحيح دونك واحد يفيق من توا وخاصة انه البرنامج مش اختيارك انت ولا مش اختياري انت خداوك وانا مانيش معد فيه راني مش معد فيه ليه حبيت نقول لك مانيش انا المعد في البرنامج عندي ما نقول لك راني منشط نكتشف في الحالات كيما يكتشفوها من بعد ماني انا الفترين انا نلقى روحي انا في موجات نتاع نقد انا غير مسؤول عليها تفهم لكن انت المنشط على مانيش انت المسؤول على البرنامج انا الواجهه الاولانيه انت تفاليدي تقول لي ما نفاليدي حتى شيء لا سي با فري ما نفاليدي شيء والحالات ما نعرفهمش وما في باليش بهم مع احترامي للمعدين اللي يتعداوا في برنامج عندي مقبل الفكره نتاع البرنامج الجديد هذا فكره مهمه باعتبار انه المنشطه هي باش تكون منشطه يعطيك معها حضور رجالي لكن الموضوع حول المراه اللي ما وقعش تطرق ليش في التلفزه بالضبط راهو من غير لا بوز ولا اثاره ولا كذا ها عندك ناس نجم تحكي في مواضيع نسائيه لكن هم رجال عليه البوز عليه مش شوف مش من غير بوز شوف البوز كلمه بتتر مستحثه شويه ولينا نسمعوا بها السنوات هذيا لكن راهو الخبر فيه عنده راجح صدى
في صدى ورجع صدى ورجع صدى، هذاك هو البوز اللي احنا نسميوه، هذا اللي خليناه في مع الصحافة جو بونس. معناتها إذا كان الموضوع مهم وأثار الناس ولا حفيدة الناس ولا تفاعلوا معاه، هذاك هو البوز. باهي نجم نقول أنا تقبلها مني، كنقول علاش الشاب اليوم عمل مراجعات. أي فهم مراجعات بالحق وقيت قداش عمري تو عمري 46 سنة. في واحد جان في قداش نعمله؟ 46 46 سنة. معناتها نجي روحي نجي نشوف روحي نخدم عندي 25 سنة، معناتها بديت وأنا صغير وأخطأت أخطاء ونجحت برفوا وتمكنت في بعض الأحيان وفشلت في بعض الأحيان الأخرى. نقول مخضرم شوية هكا اللي معناتها من بين جيلين جيت، فهمت؟ دونك حاولت قدر المستطاع، ما نعرفش ما نجمش نقيم روحي أنا. عندي زوز أسئلة باش نسكروا بيهم الموضوع. فرضيات نحب الفرضيات، لو تصر إدارة قناة التاسعة كونك تواصل عندي ما نقولك للموسم 14. لا أنا ما نوصلوش، لا لا ما نوصلوش، لا غادر. لا لا نغادر بهذا الشكل، لا لا نغادر نغادر أخي، ما مانيش مجبور باش نعمل حاجة أنا ما نعملهاش. والله صدقني عملت سنتين هذوما هاوري هم والله مجاملة عملته، لأنه فماش كون يقد البرنامج. ما فما عقد عليه؟ شنو عقد؟ عقد يلزمك كونك إيه؟ تكون في عقدي تؤسس في برامج في عقدي زاد عندي شروط أني هو أنا متعاقد مع التاسعة والبرنامج ملك شركة كاكتوس بروت، فهمت؟ دونك أنا عقدي مع التاسعة ما في حتى برنامج. فيه دوبرترينك معناتها نخدم مع بالشركه اللي عندي صغيره، نعمل برامج دي كبسول كيما هكايا، ما بديتش بحاجه كبيره، بديت بانستانوف كبسول صغيره. خليني نكمل الفرضيه الثانيه. ايوه الفرضيه الثانية. لو نقول لك باهي عليه نتفهم رغبتك انت، ما عادش قادم ما عادش حابب كونك تقدم الموسم 14، رشح لنا انت الاسم. شكون ترى يواصل الاسم؟ لا الاداره كمل على الفرضيه. لا لا دخلني في دخلني في دعزق من ما نحبش ندخل فيها. ريهام مثلا ترشحها؟ والله هاي السلاه هي تقول انت ها باش تقول انت كيفاش تشوف؟ قول لك لا خاطر والله احكينا في حكايه كيما هكا، قول لك لا لا قول لك لا حكينا فيه ورفضنا ولو تقدوا اما لا البرنامج شوف فيه ثغرات انا ما عادش نسمح روحي باش نعمل باش نوصل فيه ثغرات وفخاخ كبار. مشكله في الكونسيبت، ها نقول لك المشكله راهي في الكونسيبت. برنامج هذا منحى اخر لا يسيطر عليه. سي عرفت انت ما عادش تسيطر عليه. علي اللي يسمع فينا توا يقول لك مش مأخر شويه الكلام هذا؟ لا لا مش بعد موسم اثنين ثلاثه بعد 13 موسم. والله لا والله مش حكايه مأخر والا كذا، البرامج هذه فقدت بريقه. سي ما عاد السي فينيتي مش على تقول خذا منحى خطير خطير في بعض الاحيان خذا منحى خطير. ما كانش عندك دور وانا ما نحبش نكون متورط. ما كانش عندي دور. لا ما كانش عندي دور وراسك انت يا منير ورحمه بابا ورحمه امي. لا عندي اختيار في دخل المواضيع. دكور. ولا عندي اختيار في اختيار الاشخاص. راني حتى اللي كان ما نعرفش وهذا اختيار من الاداره الاولى نتاع البرنامج. عندي شخص ما نعرفش ما نعرفوش ولا نعرف موضوع. راني مانيش نقدح في برنامج. لا لا لا. نعترف نقول البرنامج ورطني في سقطات مهنيه كبيره ما عندي استعداد. يا سيدي فقت. ما عندي استعداد نواصل في اخطاء. اللي ياخذوا بعد يحب يصلح.